نهتم بكتاب الله سبحانه وتعالى وبحفظه، ونتمنى من طلابنا أن يبادروا ويجتهدوا. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. مرضه والكافرون ماذا أرادوا عن سبع العظيم الذي هم فيه مختلفون. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. القرآن حافا على العلم والمعرفة والإيمان قد ورد ثلاث جمل في القرآن الكريم 111 مرة، منها الحث على قراءة القرآن وهي أول آية. وإنا كنا نقعد منها في الختام أشكر عميد كلية التربية والدكتور بسام الحيشي على هذه النشاطات العظيمة التي فعلا أعطت وجها عظيما أو وجها مشرقا لكلية التربية في هذه السنة، ودمتم وبارك الله فيكم. الرحمن الرحيم. هكذا تختتم المسابقة الثانية بحفظ القرآن الكريم بجزئيه عما وتبارك، ونشكر كل المتسابقين في هذه المسابقة الكريمة. ثالث جائزتها وهي شهادة تقدير على ما قدمت.